تعتبر عيون أم الربيع من أروع المواقع السياحية بإقليم خنيفرة التي يزورها عدد كبير من السياح سواء القادمين من داخل المغرب أو من الخارج. هذه الزيارات تكثر في فصل الصيف حيث تتميز عيون أم الربيع باعتدال حرارتها، كما أن وجود المياه الباردة يثير شهية الزيارات للمنطقة. هذه أول مرة كنزور أم الربيع، المنطقة زوينة، شلال صراحة زوين، مناظر خلابة بصراحة، الحمد لله بلادنا فيها مناظر زوينة بزاف. رغم المؤهلات الطبيعية التي يزخر بها الموقع، إلا أنه برزت إلى السطح في السنوات الأخيرة خاصة مع تزايد عدد الزوار عدة إشكالات مرتبطة بتسيير الموقع السياحي لجعله يستجيب لشروط السلامة الصحية والبيئية ولحاجات الزوار. أنا أول مرة أزور المغرب وأول مرة أكون في أم الربيع، والطبيعة جابتني جدا، ولكن خاصة المكان، يعني أنا كسائح أحب أشوف تويلت، أقدر أخش تويلت، أقدر أستريح في استراحة، أولسو كمان أحب أشوف ممكن كلينيك صغير كده، لو طحت ولا حاجة يبقى في حد يطبب الزوار لو إشي حصل حادثة لا قدر الله أو حاجة زي كده. لكن بصفة عامة الإيجابيات أعتقد هي أكثر حاجة ممكن تلاحظها. أم الربيع أحد أكبر أنهار المغرب النابع من جبال الأطلس والذي يصب في المحيط الأطلسي، يصل عدد عيونه 47 عينا منها المالحة ومنها الحلوة. أما تاريخيا فتسمية عيون أم الربيع حسب رواية متداولة جاءت من مصطلح مكان التجمع، أي المكان الذي تتجمع وتتدفق فيه منابع أم الربيع، حيث يحكى حسب ذات الرواية بأن اسم هذا المنتجع السياحي أطلق نسبة لمصطلح أم الأربعين عينا الموجودة أسفل الجبل الصخري.